ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده بقى هقولكم على طريقه سهله جدا تجمعوا بيها البطايق بتاعه الايفنت. بص، انا جمعت دفع يعني في ربع ساعه حرفيا، يعني جمعت 550 بطاقه. طريقه سهله جدا وتختصر لكم الوقت عشان تعملوا الايفنت بسرعه وكده. بصوا يا جماعه، انتوا هنا بتفرموا البطايق وكده، في هنا كل مكان تفرم فيه بطايق اهو. فالطريقة الأسهل بقى يا جماعة، أنت دلوقتي مثلا الرانك 10، أنا هو رانك 10، بيجيلي مراحل رانك 10 عشان أنا هنا وصل رانك 11 أهو. أنت على حسب الرانك بتاعك، أنت مثلا نفترض يعني أنت مثلا رانك 5 مثلا، أنت هنا تحت أهو رانك 5، تعمل إيه بقى؟ ما تلعبش مراحل الرانك 5 عشان دي هتاخد منك وقت، يعني البوس فيها بيبقى قوي شوية، فأنت بتاخد فيه وقت عشان تهزمه. فأنت تعمل إيه بقى؟ تنزل تحت خالص. اول حاجه تروح عند اللوت عشان دي موجوده في اللوت، بس تروح عند اللوت، تنزل تحت خالص، تنزل كده. انت هنا كل الرانكات اهو اللي انا كنت يعني عديتها وكده، توصل عند رانك واحد، تلعب المرحله بتاعت رانك واحد. هي تبقى عندك في الاول زهره من غير البطاقه، يعني تبقى زي دي كده من غير البطاقه، فانت بتلعبها وهم بيدوك مرحله فيها بطاقه زي دي كده، لقيت دي. فانت العب رانك مراحل رانك واحد واثنين وثلاثة مثلا اهو، ثلاثة واربعة مثلا. يعني بص يا جماعة، على حسب انت مثلا الرانك بتاعك. انت مثلا لو رانك 10 او 11 زي، العب من اول واحد لحد اربعة اللي هو رانك اربعة. يعني انت لو مثلا اقل من كده، العب رانك واحد واثنين مثلا وهكذا، عشان ايه؟ البوس فيها بيبقى ضعيف وانت بتخلص المرحلة بسرعة. نفترض مثلا يا جماعة ان هو العب معاكم مرحلة قدامكم اهو، مرحلة رانك واحد. بص هوريكم يعني سهولة تخلصها في 10 ثواني بالكتير، وتاخد بطايق وتديك مراحل تاني. بصوا انا ضرب واحدة بقتلهم عشان هما رانك ضعيف، يعني اهو شايفين زادوا مني وقت. بس اهو شفتوا ما كملتش 10 ثواني حتى. هنا بقى بيديني اهو ال 27 بطاقة وبيعمل لي مراحل تاني اهو، اداني مرحلة تانية من رانك واحد اهو، بيديني بطاقة تاني. فانت فهمت قصدي، يعني انكم تلعبوا مراحل الرانك بتاعه قليل عشان تهزموا البوس بسرعة وتاخدوا بطاقة اسرع. فبس يا جماعة، ده كان فيديو سريع كده بوريكم الطريقة يعني ازاي تجمعوا بيها بطايق وكده. يا رب يكون افدتكم وتنجزوا بيها الايفنت يعني تخلصوا بسرعة، عشان الجوائز بتاعته حلو قوي، بيديك تقريبا اجمالي 3100 كوين وبطايق اعتقد او اكتر، يعني مش فاكر. بس هو ايفنت مهم محدش يعدي يعني، ودي طريقه سهله. وعشان تختصر على نفسك الوقت، يعني وقت انت تكون مشغول فيه، افتح اللعبه ودوس على الاوتو مود، وضيف المراحل اللي انت عايز تعملها وتلعبها. انا مثلا بلعب بضيف المراحل اللي بتاعت رانك واحد مثلا اهو، ورانك اتنين، وهنا مثلا اكس في انزل تحت توفي مراحل كده رانك 2 وهكذا. هو يلعبها مع نفسها بقى، فاهم يعني؟ توفر على نفسك مجهود كده. فبس يا جماعه، ده كان فيديو النهارده على السريع كده، يا رب يكون افدتكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.